هنعمل شوربة السمك بالفريك. عندي سمك فيليه متقطع مكعبات صغيرة، وبرضو اي نوع فيليه، شربايات، بولتي، زي ما انتوا عايزين. وعندي فريك منقوع، وزي ما قلت لكم دايما انا بنقع الفريك في ميه سخنه مغليه، نص كميه الفريك ميه او قده بالظبط، لانه بيشرب الميه فما بهدرش من طعمه ومن فايدته في الميه بعد كده. زيت زيتون وبصل وطماطم، توم وصلصه وميه وكركم، ملح وفلفل وكزبره ناشفه وفلفل حار اختياري اكيد، كرفس وبقدونس وعصير ليمون. هنا زيت زيتون في حله سخنه، هنا سمك فيليه متقطع صغير. نتبل السمك الاول كويس جدا، نتبله بايه؟ نتبله بالملح خفيف مش كتير، فلفل اسود، ثوم مفروم، بصل مفروم، كرفس، كزبرة ناشفة مطحونة، شوية كركم صغيرين قوي قوي قوي، شوية بابريكا صغيرين جدا جدا، فلفل حار قليل خالص يدوبك يدي يعني نكهة كده بسيطة قوي، عايزين تحطوا فلفل الوان، فلفل رومي مفيش مشكله، طماطم، وبعدين عصير ليمون، وبعدين كزبره خضراء مفرومه، صلصه طماطم، وقلب كويس جدا، وبعد كده هنزل الفريك. يا مدام يسر، هاخد هنا من المقدار ده، شوف عشان دايما بقول لكم الحاجه الواحده يطلع منها كذا حاجه بكذا طريقه بكذا فكره بوقفه واحده ومقادير واحده. هنا هزود الميه قوي عشان تبقى شوربه، مش هتاخد اكتر من غلوتين على فكره، لانه كل حاجه مستويه خلاص تقريبا، يعني الفريك ما بياخدش وقت قوي لما بيتسلق، قصدي لما بيتنقع، والسمك اصلا استوى من التشويحه اللي احنا اديناها له. هجهز شويه ميه سخنه تانيين لبقيه الفريك والسمك، لان دول انا هعملهم مفلفل، نقدمه كده كصنف مفلفل وصنف متكامل على فكرة. خلي المغرفة هنا عشان هنغرف بيها، شايفين الجمال؟ بالنظر كده أنا محتاجة هنا ملح وفلفل، وهنا محتاجة مية سخنة. طبعا هنا مية قليلة لأن أنا هفلفله، مش هعمله شوربة، والناحية التانية شوربة. يبقى انتوا ايه، من نفس الوقفة ونفس الوصفة ممكن تطلعوا صنفين، او كل مرة تعملوها بطريقة يعني براحتكم.